السلام عليكم اصدقائي، كيف حالكم؟ متابعين قناة مستر كريبتو. تقريبا 24 ساعة من لحظة اطلاق خبر انتصار XRP على هيئة الاوراق المالية والبورصات. انتصار مدوي حققته بالامس عملة XRP على هيئة الاوراق المالية والبورصات او بما يعرف بالSEC. حاليا اصدقائي، بعد ما لمسنا منطقة 93 سنت صححت لمناطق 77 سنت، لكن ما انتهت القصة. تأثير الخبر راح يكون اكبر من هيك بكتير، لكن لازم نعرف اولا وين حدودنا بعملة XRP. طلعت كثير من الاخبار وطلعت كثير من اشاعات عن وصول عملة XRP ل 100 دولار او لمنطقة ال 1000 دولار. راح اتكلم عن الاحتماليات بهذا الفيديو. اما من باش فيديو بموقع زر اللايك، تنسوا مقدمة فعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية، ولا تنسى المنطقة على تليجرام، الرابط موجود اسفل الفيديو والرابط موجود في بانر القناة. اول اصدقائي، خلينا نتكلم عن عدة اخبار مهمة. خليني ابدأ بالخبر الاول. تم ادراج عملة XRP على باينانس يو سي بعد ما تم حذف عملة XRP من باينانس يو سي ومن كوين بيس من كريبتو دوت كوم من كراركان. هاي منصات كلها حذفت عملة XRP بعد القضية ما بين XRP وهيئة الأوراق المالية والبورصات. وبعد انتهاء من القضية رجع تم إدراج هاي العملة على كل المنصات، يعني باينانس يو سي، كوين بيس، كريبتو دوت كوم ومنصة كاركان. حاليا أصدقائي، تم الإدراج على منصة باينانس يو سي في صباح اليوم بعد انتصار XRP في قضية ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات. الخبر الثاني أصدقائي، تم إطلاق أو تم الاعتراف من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات على صندوق ETF الخاص ببلاك روك، اللي هو صندوق ETF سبوت. جميعنا ننتظر خبر إطلاق هذا الصندوق، لأنه بطبيعته راح يدخل مئات مليارات الدولارات على سوق الكريبتو ويعطي انتعاش كبير. طبعا شركة بلاك روك بتحتوي على أكثر من 9 تريليون دولار من الأصول، اللي هي القيمة السوقية لشركة بلاك روك. وقال الرئيس أو السيو الخاص بشركة بلاك روك أنه العملات المشفرة والعملات الدولية راح يكون في إلى طلب عالمي من خلال شركة بلاك روك وصندوق الـ ETF الخاص فيها، وهذا الشيء راح يدخل مليارات أو مئات المليارات على سوق الكريبتو، راح يعمل تأثير كبير على سوق الكريبتو. خلينا نرجع لموضوعنا اللي هو موضوع الـ XRP. الـ XRP أصدقائي بعدد قطع 100 مليار قطعة، عدد قطع ضخم جدا بسعر مرتفع وماركت كاب مرتفع. الماركت كاب الخاص بعملة الـ XRP هو 40 مليار و765 مليون دولار. طبعا المرتبة الـ XRP هي المرتبة الرابعة بعد البيتكوين والإثيريوم واليو اس دي تي، وبعدها بيجي تقريبا عملة الـ XRP. طبعا في حال طرح المعروضة التداول هي 47% بعد ما يتم طرحهم جميعهم للمعروضة التداول عند الماكس سبلاي مقفل تقريبا 47% من الماكس سبلاي مقفلة. في حال تم طرحها للتداول فلازم نحصل على ماركت كاب وقدره 77 مليار حتى يتم الثبات بالسعر الحالي. طبعا ما شرط تدخل تقريبا 33 مليار لسوق الكريبتو او لعملة XRP فقط حتى نحافظ على سعر العملة، لانه الماركت كاب هو سعر العملة مضروب بعدد القطع. ففي حال طرح جميع القطع تلقائيا الماركت كاب راح يصير تقريبا 77 مليار دولار، يعني راح يرتفع الماركت كاب بشكل قوي بدون اي زيادة في حوض السيولة. حوض السيولة يختلف عن الماركت كاب. الماركت كاب هو عبارة عن سعر العملة مضروب بعدد القطع المطروحة، يعني الماركت كاب هو اجمالي قيمة القطع المطروحة. لهيك اصدقائي ما شرط يدخل 33 مليار حتى نحافظ على السعر الحالي. لهيك اذا بدنا نوصل لمنطقة الواحد دولار فممكن الماركت كاب يتجاوز عندي منطقة 60 مليار دولار. اذا نوصل الواحد دولار، 60 مليار دولار كافية توصلنا لمنطقة الواحد دولار. في حال طرح جميع قطع معضلة التداول ممكن نوصل لقيمة سوقية وتصل قدرها الى 200 مليار دولار في حال وصلنا الى سعر الواحد دولار. لكن هل منطقة 100 دولار او 1000 دولار واردة لعملة XRP؟ بصراحة بعدد القطع المهول مستحيل نوصل لهذا الرقم، الا في حال قبول صندوق الـ ETF فممكن يدخل مليارات الدولارات على عملة الـ XRP. بما انه عملة الـ XRP عملتين فقط بسوق الكريبتو، معروف انهم كوميونيتي ليس سكيورتي، اللي هن بيتكوين و XRP حاليا. حتى الاثيريوم لحد الان ما مقررين اذا كان سكيورتي او كوميونيتي. لهيك في حال تم استئناف وتم الموافقة على صندوق بلاك روك هتدخل مليارات الدولارات على عملة البيتكوين وعملة
الـ XRP، والأغلب راح يكون جميعها لعملة البيتكوين لأنه هو صندوق أساسا للبيتكوين، لكن كمان راح يدخل أموال لسوق الكريبتو ويساعد بارتفاع البيتكوين وسوق الكريبتو. XRP أصدقائي أنا ما بشوف هدف أبعد من منطقة 2 دولار بصراحة، بسبب عدد القطع الكبير. إذا ما تم حرق من عدد القطع وصلنا إلى 10 مليون أو 20 مليون قطعة، فما بتنبأ نصعد أكثر من 10 دولار. حاليا بعد القطع الحالي هدفي على العملة XRP هي منطقة 2 دولار في البول ماركت القادم. حاليا ممكن نكون انتهينا من موجة صعود، انتهينا من فوم الخبر اللي لم أرباح واللي دخل بالقاع، حاليا لازم يلم أرباحه ويجني أرباحه. فممكن صحح حاليا لمنطقة التصحيح التالية وهي منطقة 58 سنت، ما بين 58 إلى 63 سنت هي منطقة التصحيح وجني الأرباح المناسبة للحيتان. لكن في حال قبول صندوق الـ ETF راح نشوف ارتفاع بالبيتكوين وارتفاع بعملة الـ XRP، ومثل ما حكينا أقصى حد لعملة الـ XRP هي منطقة الـ 2 دولار. شو بالنسبة للبيتكوين أصدقائي؟ اليوم عندي ارتداد واضح من تريند هابط، فشلنا باللمس وإعادة الاختبار، لكن عندي تحول في اتجاه البيتكوين من الاتجاه الهبوطي بعد وصولنا لمقاومة 31500، فشلنا بالاختراق والإقفال أعلى هاي المناطق. طبعا كان عندي كسر وهمي لمقاومة 31500 وبعد إعادة تصحيح. قوة الشراء منعتنا نعيد اختبار الترند، وصار عندي صعود من منطقة 31000 دولار، حافظنا على هاي المنطقة. حاليا ارتداد البيتكوين ممكن يشيلنا مرة ثانية من مناطق 31700، وممكن في حال اختراق المقاومة ويتأكد صعود صحي وإغلاق صحي أعلى المقاومة نتوجه لمناطق 35000 دولار في حال قبول صندوق الـ ETF سبوت لشركة بلاك روك. أصدقائي وصلنا لهذا الفيديو، أتمنى الفيديو يكون أعجبك، لا تنسى تشترك بالقناة وتفعل الجرس وتضغط لايك حتى يوصلك كل جديد في عالم النت الرقمي. مع السلامة، دمتم بخير.